خشية في أوكرانيا من كيفية تعامل دونالد ترامب مع هذه القضية، مع هذا الملف ومع هذه الحرب. هناك من يعتبر أنه دونالد ترامب اللي قال أنه قادر على إنهاء الحرب في 24 ساعة، فهو قادر أيضاً على التفاوض مع الجانب الروسي، تقديم لبوتين ما يريده، وبالتالي الوصول إلى تنازلات لربما من قبل الطرفين، حتى من الطرف الأوكراني اللي حتى الساعة لا يريد التنازل عن أرضه. كيف تنظرين إلى إمكانية حل هذه المعضلة في وجود هذا الرجل في البيت الأبيض؟ هلا هذه هي الخشية، وهذه خشية حقيقية. أي حل يحصل الآن في موضوع الحرب في أوكرانيا سيكون على حساب أوكرانيا ولصالح روسيا. ماذا الضرورة كان أن تتحسن موقف أوكرانيا عسكريا لكي يتحسن موقف أوكرانيا في المفاوضات. حاليا مركز أوكرانيا، موقف أوكرانيا أو المسرح يعني الكونفليكت ثياتر في أوكرانيا هو لصالح روسيا وليس لصالح أوكرانيا، ولذلك لا أرى أن بوتين مستعد أن يقدم أي تنازلات. وكما قال السيد ترامب قبل أيام من انتخابه في البارحة، قال في الحلفاء هم في بعض الأحيان أسوأ مما يسمى بالأعداء، وما عنا بالحلفاء أوروبا أكثر، وبما يسمى بالأعداء عنا بروسيا، ولذلك أو حتى كوريا الشمالية. ولذلك نرى أن يعني خشية أوكرانيا من وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا يعني معقولة جدا، وهذا ما أرى أنه سيحصل، وخشية أوروبا من وقف الدعم الأمريكي لموقف أوروبا تجاه الحرب الأوكرانية، الداعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، كمان خوف واقعي. هذه مشكلة كبيرة دكتور رندا، وهذا هو السؤال اللي أطرحه على الأستاذ مايك. يعني إن كان دونالد ترامب يريد وقف هذه الحرب من خلال وقف الدعم لأوكرانيا، فهذا يعني أن الرئيس بوتين سيتمكن أكثر فأكثر من الدخول في العمق الأوكراني، والكل يعلم أنه ما أوقف ذلك حتى هذه اللحظة كانت الأسلحة والدعم الأمريكي اللي بطبيعة الحال تأخر على مراحل. كيف ننظر إلى مرحلة قادمة يمكن لحل هذه القضية أن يأتي من قبل هذا الرجل في السلطة؟ دعني أقول لك بأن هذا الرجل جو بايدن وبضعفه سمح لهذه الأمور أن تحدث. لو كان الرئيس ترامب استمر لم يكن هذا ليحدث. الأمر أيضا ينطبق على ما يحدث في الشرق الأوسط. جو بايدن أظهر الضعف، وأيضا كامالا هاريس، أما دونالد ترامب فهو يظهر القوة. ونهاية هذا ليس بتقديم أسلحة أكثر لأوكرانيا، الأمر يتعلق بعرقلة روسيا، وهذا ما يحدث. جو بايدن سمح لروسيا بأن تزيد مخزون النفط، ونحن قضينا على ذلك، وأيضا مولنا تلك الحرب في أوكرانيا، وهذا ينبغي أن ينتهي. ربما هذا سينتهي قبل أن يصل ترامب إلى السلطة، وربما سيحدث هذا سريعا. روسيا ليست القوة الاقتصادية، إنها ليست أيضا القوة العسكرية الكبيرة. اقتصاديا ستغلق، وبوتين يعلم ذلك ويعلم ما سيأتي، وهو سيطلب لأن يكون هناك حل مع أوكرانيا، وهذا سيحدث سريعا. ليلة أمس كان انتصارا حاسما وإظهارا للقوة، وهذه النزاعات في العالم ستنتهي وبسرعة، فليبارك الرب الولايات المتحدة، والنصر كان كبيرا أمس. سيد مايك، من السهل جدا أن نتحدث بالشعارات، من السهل جدا أن نضع الوعود، من السهل جدا أن نقف في وجه إدارة جو بايدن ونقول إنها أخطأت، لكن من الأصعب أن نضع سياسة واضحة، رؤية واضحة للمرحلة القادمة. هل تجد أن هذه الرؤية موجودة بين يدي هذا الحزب الجمهوري قبل وصوله إلى البيت الأبيض؟
نعم بكل تأكيد وسترين ذلك، سترين هذا يحدث. بوتين يعلم ما سيأتي، إنه يتعامل مع شخص مختلف تماما عن جو بايدن، وهو يعلم. دونالد ترامب فعل هذا حين كان في المكتب، فعل هذا مع الصين ومع كوريا الشمالية. إنهم كانوا يعانون اقتصاديا. دونالد ترامب لأنه رجل أعمال هو يعلم كيف يؤثر عليهم، وهذا سيفعل اقتصاديا. والشعب الروسي لا يدعم بوتين، وحتى لا يدعم الشعب الصيني شي جين بينغ، وأيضا في إيران لا يدعمون ذلك الحكم الديني. الأمر يتعلق بالاقتراب أكثر للتهاوي الاقتصادي، وبوتين أظن بأنه سيحاول ربما أن يحل الأمر عسكريا لوقف هذا، وهذا سيحدث سريعا وسترين. سأرى ذلك وسأتابع ذلك عن كثب بطبيعة الحال. دكتور زايد عيادات، هل تجد أنه الإدارة الجديدة القادمة، هذا الفريق اللي يحيط اليوم بدونالد ترامب ويقدم له الكثير من النصائح، أولها كان الهدوء خلال هذه الحملة الانتخابية، هل تعتقد أنه جاهز لقيادة كل هذه الملفات اليوم المشتعلة من حول العالم؟ تحياتي لك شانتيل، وبعدين أنا أؤكد لك أنه ترامب سيحتاج أهلا وسهلا أؤكد لك أنه سيحتاج أكثر من 24 ساعة من أجل إيقاف الحرب في أوكرانيا، وربما أكثر بكثير من 24 ساعة. سألتني عن الفريق الذي يحيط بالرئيس المنتخب وبإمكانية هذا الفريق وقدرته على قيادة المملفات والتعامل مع الملفات الكبرى في العالم، ومنها طبعا هو الصراع في أوكرانيا. من المبكر أن نحكم على ذلك. مرة أخرى يعني سيكون هنالك الكثير من التغييرات على سياسة ترامب التي كانت في الفترة الأولى، وكثير من الشخصيات الجديدة ستدخل في إطار هذا الفريق، نعرف بعضها ولا نعرف بعضها الآخر، بعضها مشهود له بالخبرة والقدرة على العمل والإنجاز، وبعضها طبعا يعني له سجل بالفشل في إدارة الأعمال وإنجاز الأهداف المطلوبة. لكن بالعودة إلى هذا الملف تحديدا لو تكرمتي، وهو أوكرانيا، طبعا الزميلة والفاضلة رندا يعني تفضلت بما أتفق به، وأجد من الصعوبة الحقيقة أن أتوافق مع قاله الضيف من واشنطن بهذه القدرة السحرية والخارقة لترامب والجمهوريين على حل مشكلة العالم بهذه السهولة. يعني هو الخلاف والصراع والحرب في أوكرانيا يعني مش خلاف على سيارة نشتريها ونبيعها على مجموعة من التاكسيشن. يعني الحرب سيدتي هي مسألة أمنية، وهي أصعب قرار تتخذها أي دولة تاريخيا. هذه لماذا بدأت روسيا هذه الحرب، ولماذا هذه الحرب مهمة، ولماذا كل دول أوروبية معنية بهذه الحرب، ولماذا أمريكا كانت معنية وستبقى معنية بهذه الحرب؟ لأن هذه الحرب تطال مسألة أساسية حيوية أولى، القضية الاستراتيجية الأولى للأمن الأمريكي هي أوروبا. هذه الحرب هي تهديد للأمن الأوروبي من وجهة نظر الأوروبيين ومن وجهة نظر الأمريكيين في ظل إدارة بايدن. هذا التهديد الأمني لن يختلف بوجود جمهوريين، سيبقى هذا تهديدا أمنيا. كان هنالك رؤساء جمهوريون في المملكة المتحدة الأمريكية قبل ترامب، وكان موقفهم للاتحاد السوفيتي وتهديداته لأوروبا هي نفس فهم الديمقراطيين لهذه التهديدات، لأن المقاربة من أجل التعامل مع هذه التهديدات الأمنية والمشكلة ستكون بالضرورة مختلفة، لكنها لا تعني بالضرورة التقليل من أهمية هذه الحرب باعتبارها تهديدا أمنيا. والاعتبارات الأمنية سيدتي في السياسة وفي الاستراتيجية تعلو وتسمو فوق كل اعتبارات، بما في ذلك اعتبارات الاقتصادي والقدرة على عقد الصفقات وإلى غيرها. وبالتالي ما أقوله أن الواقع الموضوعي الموجود في أوكرانيا واختلاف وتنافس المصالح الموجود بين أمريكا من جهة وروسيا من جهة، وبين أمريكا وحلفائها الأوروبيين فيما يتصل بفهمهم لدور روسيا السابق، فقط دعينا نتخيل معا أن ترامب قدم حلا لهذه الأزمة على حساب أوكرانيا، وعلى حساب أوكرانيا بمعنى territorial يعني أرض، يعني أن تحتل روسيا جزءا من الأراضي الأوكرانية. ما هي بس اسمحي لي كلمة واحدة بس كلمة واحدة كلمة واحدة تفضل إنه ما الرسالة التي ستلقاها الدول الأوروبية الأخرى الحليفة لأمريكا والأعضاء في حلف الناتو، أن المملكة الأمريكية غير قادرة على حماية حلفائها بحماية أراضيهم، وأن مظلة الناتو والأرتيكل 5 وربما لا يكون قادرا على حمايتهم، وهذا سيؤدي إلى فوضى في العالم. سوري للإطالة. هذا ما
كنت سأتطرق إليه مباشرة دكتور زيد، لأنه حقيقة إذا ما عدنا إلى الفترة اللي كان يحكم فيها دونالد ترامب، كانت العلاقات يمكن وصفها بالمتوترة ما بين الجانبين الأمريكي والأوروبي، وهو الذي شكك دكتور رندا في فعالية الناتو، هو اللي قال إنه بات هذا الحلف ضعيف جداً، اتبع بوقتها سياسة أمريكا أولاً التي يعود ليطلق اليوم هذا العنوان الكبير من خلال حملته طوال الفترة الماضية، ويركز فقط على المصالح الأمريكية، وبالتالي هذه الحرب بماذا تهم ترامب؟ هناك خوف حقيقي هذه المرة من الولايات المتحدة أن تنسحب من الناتو، وكما نعرف وأريد أن أزيد على اللي قاله الدكتور إيادات، الناتو هي الركن الأساسي الأنكر في الهندسة الأمنية لأوروبا، خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإذا خرجت الولايات المتحدة منها ستنهار هذه الهندسة الأمنية، وسيكون لها تبعات للأمن الأوروبي ولكن للأمن العالمي. وهناك تخوف حقيقي، لأن دعنا نتذكر هذه كانت كيف أقول لك ديماند، يعني مطلب أساسي عند السيد ترامب سابقا، صح. والذي ضغط عليه وأقنعه بالتخلي عن هذه السياسة كان الفريق العمل الذي هو موجود حواليه في الفترة الأولى من رئاسته. هذا الفريق اختفى، الكثير منهم انتقد السيد ترامب ولن يعود مع السيد ترامب في هذه الرئاسة. هناك شخصين باقيين من هذا الفريق وسيعودان، السيد مايك بومبيو الذي كان وزيرا للخارجية، وننتظر أنه سيتبوأ منصب مهم في السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية لا نعرف، وحاليا ننتظر من النائب الرئيس الجديد السيد فانس الذي هو مهتم جدا بالسياسة الخارجية أن كذلك يتبوأ أو يأخذ حيز كبير من صنع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهو من الأشخاص اليمنيين المتطرفين حول هذا الموضوع بالنسبة للسياسة الخارجية بصراحة، ويتبع نفس سياسة السيد ترامب، أمريكا أولا. هلا بدي أسأل السيد مايك، حضرتك كنت مرشح عن المقعد الجمهوري للكونغرس في فيرجينيا، وطبعا شاركت بالكثير من اللقاءات، وتحديدا وضعتم يمكن مع الفريق هندسة للمرحلة القادمة، أنت كيف تنظر إلى الشخصيتين اللي ذكرتهم دكتور رندا، وإلى الفريق بأكمله، وإلى نظرة هذا الفريق للمرحلة القادمة؟ هل سنكون لتكرار لمشهد 2016 والمرحلة اللي أتت بعده؟ دعني فقط أقول أشياء هنا واضحة. أولا، حين كان يتحدث الدكتور بأن هناك أشخاص في كانوا جيدين في السياسة الخارجية، أنا لا أعرف كيف يحكم عليهم. ودونالد ترامب لم يتحدث عن الخروج من الناتو، ما قاله هو أن الناتو ينبغي أن يدفع، أي دول الناتو أن تدفع أكثر في تمويل الناتو، هذا ما تحدث عنه وهو محق بشأن ذلك وفعل ذلك حين قال ذلك. وثالثا، فيما يتعلق بالناس من اليمين المتطرف بأنهم يدفعون نحو أجندة، ليس هناك دليل على ذلك. ترامب انتخب أمس، ليس هناك دليل على ذلك. وأيضا أود أن أشير إلى أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، أنت تعلمون ذلك، إنها ليست في الناتو. إذن لا أحد يمكن مثلا أن يأتي إلى هنا ويشرح لي بأن في هذا البيت الأبيض مع ما هي سياسته وكيف يبدو الانتصار وإلى متى سنبقى هناك وما هو الهدف؟ هل يمكن أن يفسروا ما هو الهدف في أوكرانيا؟ دونالد ترامب بكل تأكيد سيحدد الهدف وسيحدد ما هو النصر وسيحدد متى سنخرج، ولا يمكن أن نستمر في تمويل وإنفاق المليارات الدولارات بينما حدودنا مفتوحة. والدكتور تحدث عن روسيا أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي، كيف؟ لا يمكن أن يسيطروا حتى على أوكرانيا، والآن ينبغي أن نصدق بأن أوكرانيا أو بأن روسيا تهددنا، إنه ليس تهديدا. لقد كان هؤلاء الذين في البيت الأبيض جوزيف بايدن، وبسببهم سننهي هذه الحرب وسننهيها بإغلاق هذه الصناعة الاقتصادية في روسيا، ونفعل ذلك من خلال النفط. سيكون هناك استقلال نفطي هنا، وسنحفر مرة أخرى، ولن نسمح لأوروبا
بأن تمول الحرب، وهذا ما يمول قدرة بوتين في قيادة الحرب في أوروبا. هم سمحوا لهذا بأن يحدث وسينتهي هذا. إذا أعطوا الإدارة وقتا، وقبل أن نتحدث عن عدم كفاءة في إدارة ترامب يجب أن نعرف أولا من سيكون في الإدارة، وثانيا القوة الاقتصادية كانت ضرت كثيرا ودمرت الصين والعديد من الدول الأخرى وروسيا، وسيحدث هذا مرة أخرى. ترامب يقول روسيا إذا غزوتم دولة، وإيران مثلا لو طورتم برنامج نووي أو هاجمتم إسرائيل فإننا سنغلقكم اقتصاديا من خلال العقوبات، ثم يتراجعون في كل مرة يفعلوا ذلك. هذا كان فعالا وسيكون فعالا. الأمر يتعلق بالإدراك العام، نعم حماية الولايات المتحدة ومصالحنا الأمريكية، ولكن استعمال قوتنا الاقتصادية في العالم هذا ليس معقدا. لا ينبغي أن يكون الإنسان اقتصاديا لفهم ذلك. هذه الدولة سنعيدها إلى سكتها، ودونالد ترامب لم يبدأ أي حرب حين كان في الحكم، وهذه حقيقة. وهذه الإدارة دخلنا في حروب غير منتهية وأنفقنا مليارات الدولارات، بينما لا يمكن أن يفهموا لنا ما هي الأهداف وما هو النصر، وسننهي ذلك. هل يمكن أن دكتور رندا عنده سؤال تريد توجيهه للسيد مايك بالعربي. أوكي. حضرتك تفضلت وتكلمت أنه عندما يأتي إلى البيت الأبيض السيد ترامب الرئيس المنتخب الجديد أنه سيوضح الهدف لديه بالنسبة للحرب لأوكرانيا. صار عندنا حملة انتخابية رئاسية لمدة أكثر من سنة، ما هيك؟ فيها كان السيد شارك فيها أكيد السيد ترامب بكل قوة، وربح، ربح تفويضا عاما من الشعب الأمريكي ومن الأكثرية الأمريكية، ولا جدل حول هذا الموضوع. لماذا خلال هذه الحملة التي دامت سنة كاملة لم يوضح لنا ما هو هدف سياسته في أوكرانيا؟ هل رأيت حوار جو روغان؟ ماذا قال هناك؟ قل لي. أنا أسألك الآن ماذا قال؟ أرأيت ذلك؟ هو شرح تماما ما قلته هنا. هو قال بأن ما سيفعله هو أنه سيوقف تلك الحرب من روسيا أو الإيرادات التي جنتها روسيا من أوروبا، وبأنه سيوقف ذلك من خلال الحفر هنا في الولايات المتحدة، وهذا هو التمويل الذي استعمله بوتين لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولن يحصل على تلك الموارد. هذا ما فسره، وهذا سيكون فعالا لأنه لم يكن لديه ذلك التمويل. قال ذلك. لو لم تروا ذلك فأرجوكم شاهدوا ذلك. ثلاث ساعات جو روغن تحدث وحصل على مشاهدة الملايين، وقال أنه من وراء هذا البودكاست حصل دونالد ترامب على أصوات الشباب بطبيعة الحال. هلأ المعضلة الكبيرة حتى هيك نفض هذا المشكل البسيط بينكما، وبطبيعة الحال اللي بيخلينا جداً نفهم أكثر الأزمة. ترامب وصل إلى السلطة بال2016، لم تكن هناك حروب وأنت قلتها، ولم يخط حروب. لكن اليوم ليس بالصح. كان هناك حرب أفغانستان، كان في حرب أفغانستان. لا لا لا. وشفنا كيف انتهت حرب أفغانستان. أوكي. بس المرحلة الحالية مختلفة تماما بطبيعة الحال. لقد ورث ذلك. هو لم يبدأ أي حرب. واليوم يرث حروبا كثيرة بطبيعة الحال، ونتساءل عن نقاط القوة اللي موجودة عند إدارته، ولذلك نناقش ونحن لا ننتقد يا سيد مايك. لكن بطبيعة الحال عندي دقيقتين متبقيتين لهذا الحوار، وبدي أنهي مع الدكتور زيد عيادات. دكتور زيد، هل نرى في هذه المرحلة الجديدة لربما مرحلة إيجابية لمنطقتنا حتى ننهي بمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، أم أن المرحلة القادمة ستكون قاسية إذا ما انطلقنا من يمكن الأشخاص المتشددين كما وصفتهم الدكتور رندا، وما سيحملونه لنا لهذه الملفات التي نعيشها الآن؟ شانتيل، أولاً يعني أنا مش متأكد أنه وصلتني الترجمة دقيقة لما قاله الضيف الكريم. ما وصلني أحترمه جداً وأختلف معه بشدة. لأن بالنسبة لسؤالك، مسألة هل سيكون له أثر وتأثير إيجابي على منطقتنا، هو إيجابي بحاجة لتعريف إيجابي لمن، وما الذي يعنيه إيجابي للأطراف المختلفة. لأن إذا فتنا بمباشرة بالإجابة على السؤال، أود أن أقول أنه سيكون إيجابيا بالضرورة وبالطبع وبالقطع لإسرائيل،
ولكن ضمن ذلك قد يكون أيضا مفيدا للإقليم، لكن بدرجات أقل وبشروط كثيرة. وهذه الشروط ربما الفاعلون واللاعبون الإقليميون غير قادرين على التعامل معها أو القبول بها، لأن ستكون ذات كلفة سياسية عالية عليهم في سياساتهم المحلية وبين مجتمعاتهم. الآن الحد من تهديد إيران الإقليمي ونفوذ إيران الإقليمي هو خبر إيجابي لدول الشرق الأوسط باستثناء إيران طبعا، ولكن هذه الغالبية من الشرق الأوسط. وقد يكون هذا أيضا مدخلا من مداخل الاستقرار، لأننا نعرف أن وكلاء إيران الإقليميين كانوا سببا أساسيا، وكل الفاعلين من غير الدول المدعومين من إيران كانوا سببا أساسيا بالتوتر وعدم الاستقرار ونشوء الحروب بالطريقة التي رأيناها. ربما وجود ترامب وتعامل إدارته داعمة للقضاء على ما نسميه الأذرع وإنهاء ظاهرة ما دون الدولة وإعادة الدول إلى السيادة إلى الدول، والدول الهشة إلى دول قوية والدول الضعيفة إلى دول مستقرة، ربما هذا يؤدي إلى نوع من الاستقرار الإقليمي، يؤدي إلى نوع من التعاون والعودة إلى ما قبل أكتوبر 7، وهو فكرة الاندماج الإقليمي والتعاون الإقليمي وفتح الإقليم أمام مجالات التنمية. هذا الاحتمال يبقى قائما. أن قدرة ترامب على تحقيقه ومتى يمكن له أن يحقق ذلك مشروط بعوامل كثيرة جدا، وهذا ما سنراقب طوال الفترة القادمة. فن التحالفات لربما هذا العنوان الأكبر لمرحلة ترامب الجديدة. دكتور زيد عيادات، شكرا للمشاركة من أبوظبي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأستاذ العلاقات الدولية، والشكر موصول لضيفي في الاستوديو كبيرة الباحثين في معهد الشرق الأوسط دكتور رندا سليم، شكرا على وجودك الدائم معنا، والمرشح عن المقعد الجمهوري للكونغرس في فيرجينيا مايك فون ميتر، شكرا أيضا سيد مايك على مشاركتك في هذه النافذة.